السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد نموذج عمل للبيمكسوجين بلان. احنا اتكلمنا عليه اكثر من مرة، يمكن الناس زهقت مننا، بس هي الفكرة كلها انها لازم تكون واضحة على اساس ما يحصلش مشاكل بعد كده في المشروع بعد كده. طيب، ايه هي البيمكسوجين بلان؟ هي خطة للعمل ازاي هندير المشروع. فبيبقى في بيم اكسكيوشن بلان قبل ما امضي العقد، يعني قبل ما بمضي مع المالك العقد، بقول له انا طريقتي في اداره المشروع هتبقى في كذا 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 كذا. فلما بنمضي العقد بقول له طيب انا مش هغير كلامي، بس هخلي فيه تفاصيل اكتر، يعني هبدا اكتب اسامي ناس من عندي وتليفوناتهم وايميلاتهم بحيث يبقى فيه تواصل اكتر، وبنمضي البيم اكسكيوشن بلان. فبيبتدي بان انا اشرح ايه هو المشروع اللي هنشتغل فيه. بيم اكسكيوشن بلان ده مش للشركه، ده للمشروع. كل مشروع بنعمله بيم اكسكيوشن بلان متخصص، فلازم اقول المشروع ده فين ومساحته قد ايه وايه السكوب بتاعي وايه الجزء اللي انا هغطيه او الجزء اللي انا هشتغل فيه، الوفر في فيو، ايه الحاجات اللي هتتعمل، يعني ايه المطلوب مني بالظبط. هل انا مطلوب مني 3 دي كوردينيشن ولا مطلوب مني كوست استيميتنج؟ خلي بالك ممكن الراجل يقول انا مش عايز حاجه خالص غير كوست استيميشن، بس انا مش عايز ادخل في اي حاجه ولا كل حل شطحك خالص، انا بس كل الفكره عايز اعرف التكلفه هتخسر معايا ولا لا. تمام. وبعد كده ببدا اقول المالك بتاع المشروع اسمه ايه، اسم المشروع، رقم المشروع، ممكن رقم المشروع للمالك غير المقاول غير الاستشاري، فبنكتب كل واحد فيهم الرقم عنده ايه، ممكن يكون هو ليه نظام معين في الترتيب في الترقيم، فنبدا نكتبه برضو. وصف للمشروع، لو في اي معلومات اخرى اضافية، الاسكادولات، بنقول مثلا في المرحلة الفلانية هتبدأ في تاريخ كذا وتنتهي في تاريخ كذا، ومين الستوك هولدر، مين الناس الاساسيين اللي موجودين في المشروع دوت. تمام. كل مرحلة بنبدأ نشوف مين الاشخاص المسؤولين، يعني ممكن هنا مثلا هنا ما كانش سولف دي دخلت معاهم، بعد كده بدأت تدخل، فبنحطها بحيث انها تيجي تحضر الاجتماعات. كي بروجكت كونتاكتس، ده بقى البيم مانجر فلان الفلاني، البروجكت مانجر، لو حصل اي مشكله اكلم مين. تمام. يعني لو في مشكله في الانشاء هبدا اكلم الشخص دوت فيكتور مثلا، هقول له كذا كذا كذا، فابعت له ايميل، اتصل بيه بالتليفون بحيث ان انا اعرف مين المسؤول عن المشكله ديت. الاهداف الاساسيه في المشروع والاوبجكتيف بنبدا برضو نكتبها بحيث ان يبقى معروف ايه المهم وايه الاقل اهميه وايه اللي مش معانا في الاهداف بتاعه المشروع. هنا البيم استخداماته في مرحله البلان، لسه احنا في الاول خالص، فبنعمل بروجرامنج، لسه بنحط الخطه اللي هنمشي عليها 2 4 2 الحاجات ديت. في الديزاين ايه الحاجات اللي انت تركز عليها، يعني في البلاننج مركزين على البروجرامنج، سايت اناليسيز لسه بنشوف المكان ده هينفع ولا مش هينفع، فيز بلاننج، الكوست استيميتنج، استيميشن، اكسيستنج كونديشن موديلنج. في الديزاين ممكن بعض الحاجات تشرب عليها مش محتاجه، يعني مثلا الراجل قال لك انا مش مهتم بالليد خالص ولا السستينابيلتي، خلاص اشرب عليها وركز على الحاجات المهمه. تمام. في مرحله الكونستراكشن ايه الحاجات اللي بالنسبه لك مهمه، في مرحله الاوبريت ايه الحاجات اللي بالنسبه لك مهمه تبدا تتعلم عليها بحيث ان هي دي الحاجات اللي هنركز عليها. كل واحد مسؤول عن ايه. تمام. يعني ممكن في مشروع يكون مثلا بيم مانجر مسؤول عن كل حاجه، في لا ده المره دي ده في شركه سب كونتراكتور هي اللي بتعمل الشغل فدي عليها شغل، لا ده الشركه مثلا الفلانيه هتعمل كذا، فنبدا نشوف كل واحد صلاحياته ايه واللي ليه واللي عليه. البيم يوز، هنبدا نستخدم البيم في ايه، في الاورجانيزيشن بتاعها هتبقى عامله ازاي، المتوقع عدد ساعات العمل، اللوكيشن بتاعه فين، الليد كونتاكت فين، كل الحاجات دي لازم تبقى متوضحه. العمليات، البيم بروسيس ديزاين، هنبدا نشوف الحاجات اللي احنا هنعملها، مثلا انرجي اناليسيس، ديجيتال فابريكيشن، بنبدا نفصل الحاجات ديت. كل مرحله بنبدا نكتب الحاجات دي، ده بيفيد لو احنا اختلفنا في حاجة نقدر نتوصل ليها. بنبدأ بقى نشوف الاجتماعات، هل هيبقى في اجتماع يومي ولا شهري ولا كل اسبوعين مثلا، والمكان بتاعه فين بالظبط، نكتب العنوان بتاعه او نكتب مثلا لو هو بين كذا دولة نكتب انهي دولة اللي هنتقابل فيها.
التسليمات هتبقى عامله ازاي؟ يعني لو انت هتسلم لي مثلا حاجات ال 3 دي، هتسلمها لي انهي ملف؟ هل هتسلمها اي اف سي ولا ار اف تي؟ هتفرق كتير جدا. ولا هتسلمها لي اوتوكاد؟ تمام، ايه الامتداد اللي احنا هنستلمه منك؟ يعني هنا مثلا الكوردينيشن هو بيشتغل على ان دبليو دي، بس هيسلمه لك اي في سي وار في تي. اللوح نفسها هيسلمها لك بي دي اف اوتوكاد. طب اقدر لك هسلمها لك ريفيت، وانت بقى اعمل الشتات واعمل التقسيمات بتاعتك، وابدا انت حط انت اعمل انت اللوحه 2 دي. ما ده هياخد منك وقت ومجهود وشامل عليه، فلازم يكون الموضوع ده واضح. هنا متفق طريقة التسليم، هل هنستلم مثلا، يعني هنا الراجل قال لك جوجل درايف، طب جميل جدا ممتاز، ولا في مواقع متخصصة كده، ولا هنشتغل على ايه 360؟ تمام، بنبدأ نتفق، وممكن يكون في حاجات في العقد تخليني اغير النظام بتاعي. فببدأ اشوف العقد الاول مكتوب ازاي. الكواليتي كنترول تشيك، هبدأ افحص الموديل. طب افحصه بأنهي حاجة؟ يعني في جوال تشيك، تمام، ده هيتعمل مثلا بنفس وركس. انترفيس تشيك هيتعمل مثلا ببرنامج كذا. طب مين المسؤول عنه؟ هل هو الكونتراكتور ولا البيم مانجر ولا البيم تكنيكال؟ بنبدأ نكتب الحاجات دي، بنفصلها. ستاند تشيك، تمام، السوفت وير اللي احنا نشتغل بيه، تمام، وهل هو ريفيت ولا جوجل سكتش ولا نفس وركس ولا ام اس بروجكت. نبدأ نشوف ايه البرامج اللي احنا نشتغل بيها في كل حاجة. يعني مثلا كوست استيميتنج، هتشتغل بالريفيت ولا تشتغل بنفس وركس؟ تمام، الفيس بلاننج، كل ما يكون الحاجة هنا واضحة كل ما بيحصلش مشاكل بعد كده. طيب الهاردوير، ممكن نقول مثلا احنا نجيب 10 أجهزة، كل جهاز هيبقى عليه كذا 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 وإمكانياته كذا، ومثلا انتل كور اي 7 دي كويس، البروسيسور بتاعه قد ايه، وهكذا. الاستخدامات بتاعة البيم في كل حاجة، هتتعمل في كل الديسبلين ولا في المعماري بس ولا في الإنشاء بس؟ ممكن مثلا يبقى تقول لا، ده انا هعمل الكلاشات بس بين الكهروميكانيكال والمعماري والانشائي. تمام، الكلاشات بين المعماري نفسه حد تاني هيعملها، فخلاص الامور واضحة دي مسؤولية مين. طريقة التسمية، يعني مثلا هنا قال لك انا ارتكشر شرطة 001 شرطة بيلدينج، ده ملف الريفيت. تمام، وان كان يفضل ان انت تكتب اسم المشروع في الاول، بحيث ان انت ممكن يكون عندك كذا مشروع، فاول ما تبص تعرف ده انا مشروع. الكاد ستاندرد، هتشتغل باني كود، الناشونال كاد ستاندرد والاي اف سي. واف سي ما تعتبرش كود، بس يعني زي ما تقول هنشتغل بنفس الخصائص اللي فيه. ناشونال كاد ستاندرد اللي هو الامريكي، الكوبي ده اللي هو في موضوع الاوبريشن. الملف هيبقى مثلا في الاستراكشر، ده هيبقى الفورمات بتاعه ريفيت، ده الملف ده هيبقى نفس وركس، ده هيبقى ملف اكسل. بيميو سيليكشن ورك شيت، تعال نكبر. طيب هنا بقى الديزاين ريفيو، ده هيبقى مثلا مسؤولية المعماري ومسؤولية كذا، ايه الحاجة اللي ليها بريوريتي، السكيل هتبقى قد ايه، الاديشن ريسورس. هنا بقى بيقول لي الورك فلو بتاعي هيبقى عامل ازاي، عامل اللي هيبدأ الشغل، ومين اللي هيسلم، وسلم لمين، وبعد كده ده يسلم لمين، وده يسلم لمين. بيبدأ يوضح الاستخدامات بتاعت البيم بتبقى عاملة ازاي. طبعا كل واحد بيعمل يعني حاجة، الحاجات دي مش ستاندرد خلاص لازم تتعمل. لا، انت ممكن تقول لا، انا عندي مثلا معماري مزنوق في الوقت، فالانشاء هيدخل معايا مثلا بعد 5 ايام، يديله الحاجات الاساسيه، فنبدا نشوف مين اللي هيشتغل مع مين في المشروع ده بالترتيب بتاعها. كل دي شرط بنعملها بحيث نوضح ترتيب العمليات هيبقى عامل ازاي. تمام، اللي انت بتفق عليه هو ده الصح، يعني ما فيش حد يقول لا ده غلط، مش لا، هو اللي انت اتفقت عليه خلاص. ما دام انتوا الاثنين اتفقتوا عليه ومضيتوا، يبقى خلاص ده العقد شريعة المتعاقدين. فلذلك لازم تكون كل حاجة واضحة والتسميات واضحة، بحيث مثلا ما تقولش البيزمنت 00، لا ده
ابدأ سميها باسم اول مشهور له اعرفها، يعني تسميها مثلا بيزمان تبقى بي، تبقى بي 3 بي 2، ابقى اول ما اشوف اللوحه من بره اعرف دي الجراوند جي ار الفيرست، حسب بقى اللي انت متفق عليه اف ار او اف اي، مش فارقه التسميه، المهم ان احنا نكون متفقين عليها وكاتبينها بحيث اول ما اشوف اللوحه اعرف دي اني دور. تمام، ده مثال على البيم اكسكيوشن بلان، وربنا يوفقكم ان شاء الله.